ينطلق اليوم في الإمارات مؤتمر كوب 28 ويحمل في طياته العديد من المسائل والقضايا المناخية. من أهم هذه المسائل هي فجوة تمويل المناخ. في البداية نشير أنه اليوم يعني بحسب تقرير للأمم المتحدة التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية بالتحديد يتطلب أكثر من 300 مليار دولار سنويا. وبالتالي من المتوقع أن يتم مناقشة الخلافات التي حصلت في السنوات الماضية في مؤتمر كوب 28 هذا العام بشأن مصادر التمويل لحل أزمة المناخ. ونتحدث بالتحديد عن مصادر تمويل صندوق الخسائر والأضرار المناخية. هناك اليوم قضية خلافية مهمة بين الدول المتقدمة من جهة وما بين الصين والهند من جهة أخرى. الصين والهند تعتبران اليوم أن الدول المتقدمة كانت مسؤولة عن أزمة الانبعاثات الكربونية منذ فترة طويلة منذ خمسينيات القرن التاسع عشر بالتحديد مع يعني مرحلة التطور الصناعي. وبالتالي تعتبر أن الدول المتقدمة اليوم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي من يجب أن تتحمل مصادر التمويل بشكل رئيسي. ومن جهة أخرى اليوم العديد من الدول المتقدمة تعتبر أيضا أن الصين والهند من الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية وعليها أيضا تحمل نفقات تمويل طبعا التمويلات اللازمة لحل أزمة المناخ. في هذا الإطار أيضا نذكر أنه من المتوقع ومن المرتقب أن يتم تقييم من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مؤتمر كوب 28 هذا العام لإمكانيات الدول المتقدمة في توفير 100 مليار دولار لتمويل ملف المناخ. في العام 2009 بالتحديد وفي مؤتمر كوب 15 التزمت الدول بتعهد يقول أنه عليها الدول المتقدمة بالتحديد تأمين 100 مليار دولار سنويا للعمل المناخي في البلدان النامية. ولكن منذ العام 2020 هناك شكوك ما إذا كانت هذه الدول تخفق يعني في تأمين هذه الالتزامات المالية. وبالتالي يبقى السؤال، هل سيتم حل أزمة فجوة تمويل المناخ في كوب 28 هذا العام؟